تحية مسائية مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. دائما جو حار يسود تقريبا جل المناطق الشمالية وكذلك الجنوبية. هناك تنبيه من المستوى الثاني سائل المفعول عن موجة الحر التي ستستمر حتى خلال يوم الغد تقريبا على كافة المناطق الشمالية، على السواحل وكذلك المرتفعات حتى على الجنوب، خاصة على منطقة الواحات، على كل من المغير كذلك بسكرة حتى على واد سوف، حيث درجات الحر تفوق 49 درجة تحت الظل، 48 درجة على وجهها الشمالية خاصة المناطق الداخلية، مع أجواء رعدية تقريبا على كافة المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات. ننتظر إن شاء الله خلال الأمسية بعض السحب الركامية الرعدية المطرة ستخص المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية، نسبة رطوبة عالية على الوجه الساحلية الغربية، رعود منعزلة واخر النهار ستخص كل من شمال الصحراء منطقة الواحات، سحب ركامية على مناطق الجنوب الغربي كذلك الصحراء الوسطى، مع زوبة رملية ستنشط تقريبا على كافة الجنوب لتلتحق بالهضاب العليا الغربية خلال الأمسية. خلال ليلة اليوم إن شاء الله درجات الحرارة كذلك في ارتفاع، هناك تنبيه سائل المفعول عن درجات تفوق المعدل الشهري تصل غاية 36 درجة على المرتفعات، 32 درجة على السواحل، 33 درجة على غردايا، نفس المقياس على الصحراء الوسطى، 24 درجة على طمن راس. خلال ظهير الحر القصوى إن شاء الله في ارتفاع تقريبا على كافة المناطق الشمالية، تصل تحت الظل على العاصمة بومرداس كذلك تيبازا إلى غاية 42 درجة، 36 درجة على وهران، 48 درجة تحت الظل على الخط الرابط ما بين سيدي بن عباس كذلك معسكر غليزان حتى على ولاية تشلف، 44 درجة على عين دفلة، أقول البليدة كذلك تيزي وزو البويرة حتى على قسنطينة قال مميلة خنشلة سوق قهراس، نفس المقياس على أقصى الجنوب على إنجزام، 38 درجة على تام نراسات، طقس حار على الصحراء الوسطى كذلك تندوف حتى على منطقة الواحات، خاصة منطقة الواحات على كل من مغير كذلك أقول بسكرة واد سوف أين درجة الحارة تفوق 49 درجة. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على الوجهة الساحلية الغربية والشرقية، رياح ضعيفة، سباحة مسموحة. أما على الواجهة الوسطى فالبحر سيكون قليل اضطراب، رياح ضعيفة كذلك ضمن طيارة شرقية شمالية شرقية لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة، راية برتقالية والسباحة مسموحة لكن يجب أخذ الحيطة والحذر. أمطار رعدية تقريبا على كافة قارة آسيا عدا بانكوك، سحب سفلى كثيفة مع 33 درجة، طوكيو كذلك أجواء صحوة مع 37 درجة، درجة الحرارة تتراوح ما بين 29 إلى 33 درجة، أحيانا 34 درجة تقريبا على كافة العواصم لترتفع لبكين لتقارب 36 درجة. غروب الشمس ليوم الغد على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:08، الإكثار من شرب الماء خاصة أطفال الصغار، والسلام عليكم.